السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في هذا البرنامج راح نتكلم عن شيء قاعد يصير عندي في هذه الفترة من السنة. عموما قاعد ألاحظه في كل الحمضيات اللي عندي، واللي يزرعون الحمضيات أنصحهم أن ينتبهون حق هاي الشيء، واللي هو ظهور أوراق مأكولة في الحمضيات، سواء كانت من ليمون، من برتقال، من أي أنواع الحمضيات. هذه الفترة نلاحظ ظهور هذه الدود، هذه اللي هو ذي، نلاحظه انه يبتدي يظهر في نبتات الحمضيات بشكل كبير، لان هذه من اول احنا ما نشوف الفراشات تبتدي تطاير حوالين الحمضيات، فهي قاعده تبيض على اشجار الحمضيات وتبيض بيضها، وبعدين البيض يفقص وتطلع عندنا هذه الديدان اللي تبتدي تتغذى على اوراق الحمضيات. طيب هذه الدود احنا ليش لازم نحاربه وليش لازم نتعامل معه؟ لأن لما الدود يأكل الأوراق، وهي تأكل كمية كبيرة من أوراق الشجرة، الشجرة تستوعب الطاقة عن طريق الأوراق، فلما الأوراق تنكل نمو النبتة يتعب، وقدرة النبتة على استيعاب طاقة الشمس والنمو وأن تغذي نفسها تبتدي تبطأ، وممكن تتعب النبتة، وبالذات الشتلات الصغيرة لازم نحاسب لها، لأن ممكن تموت لو خسرت كل أوراقها. فالحل بسيط مع هذه الديدان، ولكن لازم ننتبه لها. الحل هو بكل بساطة ان احنا نرش النبتات بزيت النيم، وراح ارويكم كيف. فمثل ما احنا شايفين عندي هذه الدودة، طبعا حجمها جدا صغير، ولكن لازم نلاحظها، انتفقد الاشجار بشكل جدا مقرب، ولما هذه الدود يكبر يصير لونه اخضر، فيصير كبير ويصير لونه اخضر، فيتغير لونه ويصير صعب ان نشوفه، لانه يندم، يعني يصير كأنه متخفي بين الأوراق. فاللي راح أسويه إني راح أرشها بالزيت النيم، وراح يطلع عندكم رابط في أعلى الشاشة حق فيديو اللي يتكلم عن زيت النيم وكيف خلطة زيت النيم وكيف استخدامه. فأتأكد إني أرش الحشرات نفسها بزيت النيم، وأتأكد إني أرش الشجرة عموما بالنيم. وطبعا في هذه الفترة من الموسم لما أنا ألاحظ في نشاط لهذه الحشرات وكذا، أبتدي أرش النبتة على الأقل مرة في الأسبوع، وأتفقدها مرتين في الأسبوع، ألاحظ الأوراق، ألاحظ أي أوراق جديدة تنكل أو كذا، وأرش النبتة عموما بزيت النيم، علشان بس أي دود صغير أنا ما لاحظته أو ما انتبهت له يعالج لي المسألة. وبهذه الطريقة أترك النبتة وأخليها. ولكن نقطة مهمة، مثل ما دائما نقول عن رش النباتات، بغض النظر إذا كان زيت النيم أو محلول ماء الصابون، لأن هذه خلطة النيم فيها صابون، ما نرش وقت حدة الشمس ولما تكون الشمس قوية على النبتة، نرش لما يكون في ظل، مثل ما احنا شايفينه الحين هذه النبتة في الظل الحين، فما نرش وقت اللي يكون في شمس قوية، لأن الشمس راح تحرق الأوراق بسبب أن الصابون والزيت يصير كأنه عدسة مكبرة، أو يركز أشعة الشمس ويحرق الأوراق، وراح تحترق أوراق النبتة، وراح أضر النبتة أكثر مما أنا أنفعها. فنحاسب حق هذه النقطة. فأتمنى أن استفدتم من هذا الفيديو، وإذا في عندكم أي سؤال أو أي استفسار بخصوص هذا الموضوع أو أي موضوع ثاني، ممكن تتركون أسئلتكم في قسم التعليقات، وإن شاء الله راح أحاول أجاوب أسئلتكم بأسرع وقت ممكن. وأشوفكم إن شاء الله في الفيديو الجاي. في أمان الله.